بسم الأب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. في هذا المساء المبارك نتأمل من مائدة الرب المقدسة في خميس العهد أو خميس الأسرار. نحتفل اليوم بتأسيس سر الكهنوت. يسوع أسس في هذه الليلة سر الكهنوت. كان هناك في العهد القديم كهنوت هارون، ولكن في هذا المساء كهنوت العهد الجديد على مثال يسوع المسيح هو الكاهن الأعظم. يعني النهاردة ببساطة هو عيد الكهنة في كل العالم، ومن هذا المنبر أهنئ وأعيد كل إخوتي الكهنة المشتركين معي في العالم في خدمة يسوع المسيح. أيضا في هذا المساء المبارك مع تأسيس سر الكهنوت أسس المسيح سر الإفخارستية. سر الإفخارستية يعني القربان المقدس، يعني جسد ودم يسوع المسيح. أصبح لنا نعمة وحظوة في عيني الرب أنه لم يترك الأرض خاوية بل ملأها بحبه بجسده ودمه. وبالتالي النهاردة في تأسيس سر الإفخارستية سأتناول مع حضراتكم يعني كلمة سر الإفخارستية، يعني قداس، يعني جسد ودم يسوع المسيح. غالبا العالم في الكنيسة التقليدية تربى وترعرع على حضور القداس، يعني بنقول بيحضر القداس، بيشارك في القداس. ولكن قد يكون في مجتمعاتنا الراهنة الحالية في صعوبة أن ترجع تقوياتنا كما كانت من قبل تقدس القداس. ربما حصل بعض الفتور في المجتمعات، وبتحضر الكنيسة والقداس الأهم نقطة في الحياة كلها في الكون كله، وكأنه احتفال ديني. فاهمين إن دي حاجة مهمة، لكن هل حقيقة مدركين يعني مهمة؟ يعني خلاصي الشخصي مرتبط بالصلاة دي ولا روتين؟ خاصة مع الجو العام في بعض الخدمات المسيحية الأخرى تختلف معنا في مفهوم القداس والذبيحة. تأثر الشباب وربما الغير متابعين للكنيسة بتيارات عديدة في المسيحية. إذا قدرنا نفهم تركيبة القداس وإيه اللي بيحصل، ربما هنبتدي نيجي الكنيسة
ونعرف ان احنا مش جايين مكان عام، احنا جايين بنشوف ذبيحة يسوع تاني. هحاول اشتغل مع حضراتكم في الفترة دي في حاجات لاهوتية بمستوى تاني شوية، مش هاخد كل تفاصيل الدرس لان ده عايز سلسلة كبيرة واحنا خدنا منه بعض اللقاءات. ازاي اقول شعبي لشبابنا لأولادنا حبوا القداس؟ أعتقد ده أصعب مرحلة في إيماننا المسيحي، إن احنا بدينا لا ندرك أهمية القداس، وخاصة في تطورات كثيرة بنعمل أشكال مختلفة وعديدة لشكل لترجية القداس عشان الناس تتوافق معه. القداس صغير، القداس طويل، قداس احتفالي، قداس يومي، قداس عيد. يعني بدينا نحاول نرضي الشعب. لا، مش هنرضي الشعب، هنعلم الشعب أن يتقدس بالقداس. دي مش أمزجة، ده مش مشروع أكل، ده مش مشروع حاجة ممكن ناخدها أو ما ناخدهاش. كنايسنا الرسولية التقليدية تؤمن بأن القداس هو أساس الكنيسة، وبدون القداس لا توجد كنيسة في كنايسنا التقليدية. لما أجي الكنيسة مطران فولتن شين استقيت منه حاجات كتيرة في عظة اليوم، من أهم لاهوتين الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية في العالم، وخسارة المجتمع الأمريكي ما بيستقيش منه تعاليم لاهوتية. قدم فكرة أن إعادة إحياء القداس في ثلاث أفكار. النقطة الأولى، لما أجي الكنيسة وأحضر الذبيحة هفكر أنا إن أنا هقدم ذاتي للمسيح. احفظوا عناوينه، هناخد التفاصيل بتاعته. يبقى أنا جاي الكنيسة في القداس أعمل إيه؟ أقدم ذاتي للمسيح. النقطة الثانية، أنا هموت مع المسيح في الذبيحة في القداس. النقطة الثالثة، بعد ما أموت مع المسيح سأرتقي معه لحياة جديدة. هاخد النقطة الأولى، إزاي نعيد احتفالنا الليتورجي الذبيحة، إزاي المجتمع الشباب الشعب الأسر تحب القداس زي ما كانوا زمان. أقدم ذاتي للمسيح، يعني أنا هشترك معه في عمل الفداء، هحط كل صعوباتي في المجتمع الخارجي هقدمها للمسيح. لما أجي القداس أنا طول اليوم برا، عندي مشاكل، عندي وظائف، عندي موضوع مادي، عندي أسرة، عندي احتياجات، عندي خطايا، عندي حاجات حلوة، عندي طموحات، كل ده بيديني ربكة في حياتي اليومية. عارف ترتبهم فين؟ هنا في القداس. هو القداس هو ايه؟ في ذبيحة، تضحية، في عمل فدائي. طب ما انا محتاج من يفديني في اعمالي اليومية، محتاج حد يشارك معايا صعوبات الحياة المادية، الاجتماعية، النفسية، اللي ممكن في مجتمعي في أسرتي، حتى لو أنا مرتبط شريك حياتي مش فاهمني،
مش قادر يشيل معايا، هحطهم النهاردة عند يسوع. حاجة أقول له أنا جاي له الداس، هشاركك، هقدم ذاتي كلها عندك. ليه؟ ما المسيح قدم ذاته ليا في القداس، فأنا كمان من دوري أقدم له ذاتي، ذاتي الملخبطة، ذاتي اللي عندها مشاكل، ذاتي اللي عندها خطايا وصعوبات. هو ده أنا، الإنسان كائن فيه حاجة حلوة وفيه حاجة وحشة، فيه نقصات وفيه مميزات، هقدمهم ليسوع. لكن مش حاجي في الكنيسة وأقول لأبونا تعالى في القداس أسمعك، أنا عندي المشكلة دي ودي ودي، وعندي الطموحات دي والأفراح دي وأسرتي دي. مش هينفع، مش هلحق أعمل ده، والكهن مش هيفضل كل واحد يسمع كله قصة كل شخص. طب إيه يا أبونا التناقض ده؟ منين بتقول لنا أقدم نفسي في القداس، ومنين الكاهن مش هيسمع حاجة؟ هقول لك تقدمهم فين. هتقدمهم في طريقة الخبز، وهتقدمهم بطريقة النبيت والخمر. ده دول رمز لتقديم ذاتك. يعني أنا هقدم نفسي للمسيح في القداس بطريقة الخبز والنبيت اللي هو جاي من الكرمة أو العنب، مش عصير عنب، عشان في بعض الأماكن بتقدم عصير العنب. نو، النبيت غير العصير، خمر. هقدمهم في رمزية الخبز والنبيت. فاكرين زمان في العهد القديم إبراهيم كان عنده مشاكل وحرب مع الأراضي المجاورة والناس اللي جاوا مجاورة ليه والملوك، والحروب فيها مكسب وخسارة. بيجيله في سفر التكوين واحد كده فجأة ظهر في كام آية ما نعرفش إزاي، شارك إبراهيم صعوباته، مشاكله في الحياة، همومه، إيجابياته، سلبياته. واحد اسمه ملكي صادق، ملك شليم. عمل إيه هذا الملك ده؟ أخرج خبزا وخمرا. يعني ملك صادق ده أعطى خبز وخمر كاهن الله العلي. يعني أول فكرة اللي كانت في ملك صادق اللي جه عند إبراهيم وطلع خبز وخمر، كانت مفهوم جديد لمفهوم الإفخارستية للذبيحة للقداس. وقال إيه؟ باركه وقال: مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك فأعطاه عشر من كل شيء. باركه ملك صادق، بارك إبراهيم وقال له مبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك. يعني عندك مشاكل، وضع كل أعدائك في يديك، أنا عندي مشاكل، عندي صعوبات، عندي ضغوطات، الله هيباركني فيها في القداس زي ما بارك إبراهيم، وحيخلي كل الصعوبات دي، خطاياي، مشاكلي، ضعفاتي تحت أقدامي. فأعطاه إبراهيم بدوره العشر، لأنه عارف أنه رجل الله، كاهن الله، وكانت الوصية أن الإنسان يعطي من عشور ما الرب أعطاه. ده نفس الشكل اللي بيحصل في القداس، بنيجي الله يباركنا، بيضع كل مشاكلنا تحت رجلنا ببركته مش بشطارتنا، وبنقدم له تقدماتنا اللي هو أساساً الرب عطاها لنا.
فكان هذا ملك صادق رمز لذبيحة القداس اللي احنا في البداية أقدم ذاتي بكل ما فيها. في نص تاني مزمور 110، هما ثلاث مواقع موجودين بنعرف عنهم ملك صادق اللي ظهر فجأة. في مزمور 110 آية 4 بيقول: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رد ملك صادق. يعني أسس الكهنوت. في موقف تاني أن همومي دي بقدمها في شكل الخبز والخمر، ده لغاية دلوقتي رمز، ما دخلناش في أي تفاصيل تاني. هذا الخبز وهذا الخمر اللي بقدمه هو عبارة عن كل مؤمن موجود في الكنيسة. عشان كده في طقسنا القبطي بتقدم التقدمة في بداية القداس، في الطقس اللاتيني تقريبا في نص القداس، وبيجي الشماس الإنجيلي يفرش اللفايف على المذبح وكأنه يجهز للذبيحة، للذبح، للتضحية، وبعدين يجي إلى السيسي يكمل الذبيحة، يأخذ النبيذ والماء ويصلي ويقدمهم على الهيكل اللي هو المذبح. ملحوظة: كنائسنا التقليدية الرسولية، يعني الأرثوذكسية والكاثوليكية، تعتمد على المذبح، لا تعتمد على المنبر. احنا مش الهدف المنبر، مش الهدف الوعظة، هي الوعظة جزء من القداس، تغذية مائدة الكلمة. وانا دايما في كل عظاتي بقول ايه؟ نتأمل في هذا الصباح المبارك من مائدة الرب المقدسة، اقصد كلمة الله التي تغذينا. عشان كده احنا كنيسنا بدون المذبح ده متحف، لكن المذبح هو أساس كنيسنا، ما تنسوش دي. ولما تيجوا الكنيسة ادركوا أن يسوع على المذبح، ما ينفعش يكون في فوضى. هقدم كل همومي في شكل النبيذ والخمر. لما هقدمهم هم دول رمز الإنسان، الحياة الطبيعية، دول أكله وشربه. كل البشرية كانت بتعتمد منذ البداية إلى النهاية على الطعام، الأكل في الخبز، بنسميه الخبز، بنسميه الخبز بالمصري، بنسميه العيش، وإحنا اللغة الوحيدة اللي بتقول عيش بنحيا به. وغالبا المصريين ما يعرفوش يعملوا أكلة من غير عيش، يحطوا المكرونة في العيش والرز في العيش واللحمة في العيش، لأنه بيعيشوا به. كل حاجة جوه الرغيف العيش، سندوتشات سندوتشات سندوتشات، ما نقدرش نعيش من غير العيش. خبز، هذه التقدمة لما بكلها بتتحول إلى جسدي، لحم ودم. فالبشرية كلها عاشت على العيش، على الخبز، منذ بداية التاريخ إلى النهاية بتعيش بالعيش. فرمزيتي أنا هو أنا اللي بعيش من الخبز، بقدم الخبز ده اللي هو كناية عني أنا، بس ده جزء من الجسد، الجزء جسد فيه عظام ولحم ودم. الدم ده موجود عروي في النبيذ ده، في العنب ده، في الخمر ده. يعني بقدم كل حياتي، أنا مش بقدم أموات. لما باجي في الكنيسة أنا شخص حي، بقدم لحمي ودمي في شكل الخبز والنبيذ ده. نص حلو. عشان كده يسوع بيقول الخبز ده اللي بتحيوا بيه. في نص سريع، لما قامت ابنة يايروس بعد ما قام أو عمل المعجزة الشهيرة دي، قال لهم ايه؟ فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. يعني ما أوتوماتيك واحد عاش حيكملك؟ لا، ده أمر يسوع، يعني أنت أحييتها وبالمعجزة دي، بس بيأمرها أنهم إدوها تأكل، يعني إدوها الحياة،
تعيش. كالرمز للفخرسي أدوها تأكل. كالرمز للفخرسي. يسوع تولد فين؟ في بيت لحم. الترجمة لكلمة بيت لحم المدينة دي أو البلد دي هي بيت الخبز. في حاجة تانية اللي بيدرس طقوس وأسرار كنيسة، بيت الخبز ده بيت لحم. يسوع لما تولد في المزود تولد فين؟ قولوها تاني معايا، فين؟ في المزود. المزود ده ايه؟ إناء للأكل بيحطوا فيه ماشي، يعني حياة. المزود كان كناية عن مكان ذبيحة، بيت الخبز الإفخارستية. يعني يسوع تولد في مكان خبز المواشي. في خبز المواشي هشرحها لكم لأن ده عايزة نقطة بس مش هاخدها كلها. الله لما خلق الكون خلق ايه قبل الإنسان؟ النور، السماء، وبعدين عمل ايه؟ النباتات والحيوانات، وآخر حاجة مين؟ الإنسان. لأنه الكون كله في خدمة اللحم والدم ده الإنسان. عشان يكون في لحم دم وإنسان كان ياخد الترتيب المنطقي ده أن يخلق نباتات ويخلق حيوانات، الاثنين بيأكل منهم الإنسان، يتحول هذا اللحم وهذا الخبز. لما كانت أول الخليقة بتعمل زراعة، والزراعة دي زرعت القمح، والقمح ده موجود هو العيش ده. ليه الله اختار نقطتين مهمين، الخبز والنبيت؟ اولا لان الخبز ده متكون من مجموعه حبوب قمح كتيره بتطحن، بعد ما بتطحن توصل ايه؟ تتعجن، تدخل في النار، تخبز، بعدين تطلع ده، بعدين اكلها تبقى انا. يعني الرغيف ده يمثلني انا كشخصي انا. الخليقه كلها بتتجمع كلها كانها حبات القمح بتطحن في العالم في مشاكل، وبعدين تتحول مادة القمح دي إلى شكل العجين، والعجين يدخل في الفرن، وكأنه بعد ما الست بتخبزه أو الخباز بيتعاجن. هو رمز ليسوع اللي تعاصر في العالم وتخبز وتحط على المذبح. نفس القصة، الدم بتاعي هو موجود في كل حبات العنب دي، كان ده العصير الأساسي، ده الشراب الرئيسي في بدء الخليقة. وكل الحبات دي بتتجمع تتعصر وتدخل معصرة حتى تتحول لهذا النبيت، والنبيت هو علامة الدم الذي يحيى به الإنسان. عشان كده الحيوانات والنباتات هم دورهم هم بيساووا تركيب جسمي. أنا موجود من نباتات ومن حيوانات لأني أكلتهم. فالخليقة دي هي تمهيد لي. عشان كده ما هيجيش الزرع يقول ده أنا من غيري أنت ما كنتش تعيش، ولا الحيوانات هتقول أنت من غيري ما كنتش تعيش. لا، الله خلى دول لخدمة الإنسان حتى يصيروا جسد. عشان كده المسيح اختار الخبز والخمر اللي هما من عطايا الأرض اللي عملها الله، ما عملش مصانع الله. عشان كده استخدم يسوع هذا الخبز لينا النهاردة. في الخبز كل الحبوب تدل على الوحدة، في النبيت بعد ما بيتعاصر كل الحبات العنب تدل على الوحدة، وبالتالي الإنسان في القداس كلنا جايين من أجناس مختلفة، ثقافات مختلفة، من أعمار مختلفة، من مشاكل وإيجابيات مختلفة، لكن هنكون هنا في شكل واحد، خبز وخمر، وحدة واحدة. عشان كده الله اختار الخبز والخمر نكون تحت رمزية الوحدة. حاجة تانية، الكنيسة بتلم صينية اللي هي بنسميها الكوليكشن. ليه؟ ما يقدر أبونا يبعت لنا أظرف جوابات، حط شيكات أو العطاء بتاعنا أو الصينية أو العطايا أو التقديمات في وقت تاني. هل لائق في الكنيسة
إن يلموا أسنان الوداس يشغلوا المؤمنين عن الصلاة، ولا هم جماعة دول ماديين، الكهنة دول عايزين فلوس والكنائس عايزة فلوس؟ لا، ما فيش حاجة في الكنيسة معمولة اعتباطا. الكوليكشن ده هو ايه؟ او الصينية او التبرع او العطاء بتاعك هو عطايا الله ليك، ولكن بتقدمها للكنيسة حتى تشتري هذا الخبز وهذا النبيت بيه. يعني عطاياك انت اللي بتقدمها بجسدك هي اللي بتخلي الخبز والخمر ذبيحة القداس. يعني بدون عطايا المؤمنين الكنيسة ما هتشتريش هذا الخبز ولا هذا النبيت اللي هو حيتحول لجسد ودم يسوع المسيح. هي عملية رمزية. الرمز الأول بقدم كل حياتي في الخبز والخمر، بقدم الفلوس اللي بديها في الصينية للخبز والخمر، وطبعا في حياة الكنيسة كلها مش بس لده، النبيت والشمع والبخور والتقدمة كلها واستهلاك الكنيسة من التقدمات. ولكن هنا رمزية إني بيلموا الصينية هي فكرة إني بقدم تقدماتي حتى الكنيسة، بشارك في الخبز والخمر ده. يعني أنا موجود في كل الرموز دي على المذبح. النقطة الثانية، أموت مع المسيح. هموت مع المسيح إزاي؟ وأرجو من حضراتكم التركيز في الجزئية دي. أموت مع المسيح هي في إن القداس هو الجلجلة أو العودة للفداء، الجلجلة اللي هي مستمرة، مكان ذبح المسيح المستمر، المسبح المستمر، أساس الكنيسة. لما بتدخل بتدخل على ناحية الهيكل وبتركع وبتصلي عند المسبح. فأنا في النقطة الثانية بقدم نفسي في هذه الذبيحة، أموت مع المسيح. الأول أنا بشارك معه، ثاني حاجة حموت مع المسيح. إزاي تموت مع المسيح؟ هعديكم نقط سريعة. المسيح مات على الصليب، طب أنا حموت معه إزاي على الصليب هنا في الكنيسة؟ بفصل الدم عن الجسد. إزاي؟ الأسيس لما بيصلي تقديس القرابين بياخد النبيت الأول وبعدين ياخد الجسد، بيعمل صلاة لده وحده وصلاة لده وحده، وبيشتغل هنا، ركزوا، بيشتغل هنا ايه؟ جزار، بيموت المسيح على الهيكل. افهموا الرمزية، المسيح بيموت عني وانا هشارك معه اموت زيه. فبيجي الكاهن عند تقديس القرابين يعيد الجلجلة والصلب من جديد. بيعمل ايه في الصلب؟ بعد ما خد رمز الخبز وحده والخمر وحده النبيت، بيجي في أثناء الصلوات يروح يكسر العيج ده. في كسره للخبز ده كأنه بيكسر عظام المسيح، جسم المسيح، بيموته تاني من جديد. عملية التكسير دي مش عملية كده ومشينا بيها، هي رمزية بإني بعمل فصل العظام. طب لما بيحصل بموت واحد بيحصل إيه؟ بيسيح دمه، بيسيل دمه. عشان كده عملوا في الأول فكرة الإفخارستية هي تكسير جسم المسيح، جسد المسيح السري، بمزقه وبعدين دمه بينزل. يعني شخص مات، واحد موته كسرته نزلت دمه، حيعيش؟ مش حيعيش. الكاهن بيعمل ده في الأول، عشان كده ما تيجي له ده سيفهم اللي بيحصل فيه عشان تحبه. لما بيكسر الخبز معناه كسر جسد المسيح. أنا رمزيت هذا الجسد اللي أنا قدمته، ما هو كان ده جسدي أنا اللي قدمته من شوية، ما دي تقدماتي أنا بفلوسي اللي فيها الخبز والنبيت، والكاهن بياخدها بيكسرها بيمزقها. ولكن بعد شوية بيقول الكاهن على المذبح هذا هو جسدي. في الأول هذا هو جسدي، يكسر، هذا هو دمي، ياخده
ويحط في الكاس صفة ده عن ده، لأن الحياة بدون دم مش هتعيش. هذه ستكون الحياة لكم أولا، هذا هو جسدي هذا هو دمي. بيعمل تكريس في الأول منفصل، الجسد بيكسره والدم وحده، ثم بعد كده بعد التكريس الممزق ده بيعمل لنا حاجة يجمعهم تاني، يعيد الحياة من جديد، يعيد بعد تكسير الخبز ده يجمعه بطريقة تانية. إزاي؟ لما الأسيس بيقول في نقطة تقديس القرابين وقسمه وعطى تلاميذ القديسين والرسل الأطهار، خذوا كلوا منه كلكم، خدنا الجسد بتاع يسوع، وبعدين بعد العشاء مزج في كأس عصير كم بالماء وقال لهم ايه، خذوا اشربوا. خلاني لأنا شخص موته بدوني أنا بحيا بيه، باخد جسده وباخد دمه، باخد خبزه وباخد دمه، أنا اللي بحيا بيه تاني. فأنا جاي في الذبيحة بموت مع المسيح، بيتفصل عظامي زيه ودمي زيه، ولكن في الآخر بيتجمعه تاني. الذبيحة هي إنه رمزية الخبز والخمر، أنا بكون زيهم، اللي هو أنا بحيا في المسيح. إمتى أحيا في المسيح؟ لما ابتدي أتناول وأخد جسد ودم المسيح. هنا بس في نقطة اسمها تحويل القرابين. في الإفخارستية عندنا معجزة التحويل، سر التحويل أن الكاهن الرب أعطاله نعمة أنه يقدر يحول هذا الخبز العادي والنبيت اللي هو الخمر العادي إلى جسد ودم يسوع، التحويل. وإذن بيقول لنا في سفر التكوين النبيت ده هو رمز للدم. في سفر التكوين إصحاح سفر لاويين إصحاح 17 يقول لنا إيه، وكان إنسان من بيت إسرائيل من الغرباء النازلين، لما يكون حد غريب جاي في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الأكلة. لو حد بياخد يأكل دم في العهد القديم كان متحرم أكل الدم، ولغاية النهاردة ما ينفعش تأكل ذبيحة ميتة مخنوعة لأن دمها جواها. لكن لما بطلع هذا الدم بعد الذبح السليم اللي بنسميه حلال وغيره 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 بقدر أكله، لأن بيتكلم في آية 11 انتبهوا، لأن نفس الجسد هي في الدم. يعني الجسد ده اللي فيه النفس ده هي موجودة في الدم، عشان كده جسدي بيتكون من جسد اللي هو اللحم والدم الاثنين مع بعض. لما الإنسان بيبتدي عنده نقص في الدم بيطلبوا له إيه؟ تبرع دم، لأنه حيموت. فيسوع لما بيعطينا جسده ويعطينا دمه معناه هو اللي بيديني أتغذى من جديد بالدم ويلحقني قبل ما أموت، بيغذيني بجسده وبدمه. احنا عارفين بنعمل ايه، عملية المستشفى، ناخد دم من شخص سليم نديه للمريض. مين هو الشخص السليم الكامل؟ يسوع المسيح. بديل مين؟ لينا كلنا كمرضى محتاجين إعادة إنعاش سريعة، إمرجنسي سريع، الحقوا المريض ده حيموت. المريض مين؟ الروحيا والبشريا والجسديا. عشان كده بنؤمن كمان في مسحة المرضى إن نلحق المريض نديله جسد ودم يسوع، بس لازم يكون مدرك، مش بس في غيبوبة ننده، الحق ادي حياتك وانت سليم جسد ودم يسوع تنقلهم له، ويسوع هنا اللي بيديك ده كله. النقطة الثالثة، بعد ما كسرت جسد يسوع ودمه وحطهم تاني، في رمزية ان الكاهن بعد ما بارك القرابين وعمل عملية التحويل بيعمل ايه، مزيج ما بين الجسد والدم، بياخد من الأربانة اللي كان كسرها من شوية ويحطها في الدم، فبيه جسد مع الدم، إحياء من جديد. هو رمزية أنا لما حشارك يسوع في جسد ودم وححيا من جديد. النقطة الثالثة السريعة جدا في خميس العهد النهاردة، إذا أنا مت مع المسيح، قدمت نفسي فول القداس في النقطة الأولى بمشاكلي كياني ذاتي، النقطة الثانية بقدمه كجسدي بتمزق معه وأحيا معه، إذن الله بيباركني ويديني أعلى درجة في المسيحية،
الارتقاء للحياة، الحياة الحقيقية، حياة الأبدية. عارفين فين دي؟ إني أتناول لما نمت، قدمت صعوباتي ومت معاه ومزق جسدي معاه، وصلت كمان ححيا معاه، حيديني بعد الموت حياة. بعد الموت بمعنى إيه؟ جيت أتوب في حياتي في الهيكل هنا، في الكنيسة هنا، حاخد نهج جديد. هذه الحياة تبدأ بالمناولة اللي حتاخد فيها جسد ودم يسوع. ارتقيت لحياة جديدة، المناولة الجديدة. الدم هو الحياة، والحياة هي الله. في نص آخر في إنجيل يوحنا إصحاح 6 بيقول إيه؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. بعد ما مت مع المسيح لازم أكل جسد المسيح، لو ما خدتش جسد ودمه أنا لسه منفصل عن الحياة. ما يميز بعض المسيحيين شطار في النكسة، يحبوا الولولة. أنا غير مستحق، أنا مش ممكن أتناول. كلنا غير مستحقين. طب إيه اللي منعك؟ لما استعد. طب إمتى تستعد؟ مش عارف. عندك فرصة المصالحة بس أنت مش عايز. لكن الكنيسة عملت 7 أسرار، ما عملتهمش 6. ما زلنا كمؤمنين نختزل 6 أسرار بدل 7. نعمل سر المصالحة والتوبة الاعتراف مع الفخرسي. لو أنا ما اعترفتش ما بتناولش. دي حاجة ودي حاجة. يسوع بيقول لو لم تأكل وتشربوا من دمي مش هيكون لكم حياة أبدية. يعني جايتك الكنيسة وما تناولتش، انت مشيت من غير ما تاخد الحياة، مشيت من الكنيسة من غير ما تاخد في المستشفى اللي انت رحت فيها. انت جاي بعد عملية، في حادثة، في ألم، في مرض، هتموت. وتخيلوا المريض بيسلموه لأهله من غير ما يحطوا له الدم والأكسجين، هيسلموه ايه؟ ميت. فالمؤمن اللي جه الكنيسة من غير ما ياخد الدم ده وجسد المسيح والأكسجين ده هيطلع ميت. لكن المسيح عطانا كلنا شهادة نجاح كاملة، كلنا نرتقي إلى الحياة من خلال أكل جسد ودم يسوع المسيح. عشان كده بعد ما بنخلص تقديس القرابين، الرسالة الجديدة بعد الحياة يقول لنا إيه؟ كل مرة تأكلون من هذا الخبز ومن هذا إيه؟ الكأس، تشربون منها، تموتون، تبشرون بموت وتعترفون بقيامة وتذكرون إلى ناجي. دور البشارة بتاعتي هعمل إيه؟ أهم بشارة في المسيحية كانت الكنيسة الأولى كلها عندها نقطة واحدة بس بشارة: قيامة يسوع المسيح. بس هذه القيامة بيأكدوا بأن بموت يسوع وقيامته. كان كل المسيحيين الأوائل الرسالة الوحيدة اللي عندهم يبشروا بموت يسوع وقيامة يسوع، بس برمزية مين؟ هم الرسل اللي ماشوا مع يسوع، ماتوا معه، وحيوا معه، وشربوا جسد ودم يسوع المسيح. عشان كده بيقول لنا في الليلة التي أسلم يسوع فيها روحه ونفسه قدم لينا الخبز والخمر، يعني أعطانا الحياة. فالنهاردة مش بنعيد فكرة شكل وطقوس، ولكن بنعيد وصية يسوع لإصنعوا هذا لذكري. لكن في سؤال، في ناس بتقول لك إصنعوا هذا لذكري يعني تذكار. لا، ككنيستنا التقليدية بتؤمن أن يسوع أولى لكل الرسل والكهنة والقديسين يكملوا هذا الذكرى، إن يدوا علامة الحياة جسد ودم يسوع دائما حاضر للمؤمنين. يعني يسوع بعد ما تجسد ومات على الصليب وقام هيرجع كل مرة يموت من جديد؟ لا، هيخلي الكاهن هو اللي يعيد الذبيحة دي اليومية. اصنعوا هذا لذكر، كل يوم الكاهن بيقدم لك ذبيحة يسوع، ولكن المرة دي يسوع بيتابع من السماء وبيقدم جسده ودمه اللي هو حولهم. في الأول قال ده دم ده جسد، بعدين حولهم قال هذا هو دمي وهذا هو جسدي، واصنعوا هذا لذكري. أعطى الكاهن، عشان كده النهاردة تأسيس الإفخارستية
والكهنوت أن يعطينا كل داس الكهن ذبيحة جسد ودم يسوع للحياة الأبدية. إحنا حنشارك فيها. عشان كده في الليلة دي أخذ خبزا وشكر وكسر. كسر معناه بذل نفسه عشانه وأعطاهم قائلا: هذا وجسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. يعني لازم كل مرة يكون في كسر الجسد المسيح ونتناول منه من جديد. في النهاردة عايز أقول لما تيجي الكنيسة حاول تحيلوا الداس بثلاث أفكار، فاكرينهم إيه هما؟ أول نقطة أقدم ذاتي، النقطة الثانية أموت مع المسيح، النقطة الثالثة إذا مت مع المسيح سأرتقي معه في الحياة. يبقى أنا في القداس بعيش ثلاث أفعال، ثلاث نقط مهمين: بقدم ذاتي زي ما هي، النقطة الثانية بموت مع المسيح في رمز الجسد اللي هو الخبز والنبيذ بتكسر، ثم الله يحييهم ويعملهم مزيج من جديد ويعطيني حياة من خلالهم اللي هو في النقطة الثالثة الارتقاء للحياة الأبدية. هل نحن نستحق هذا الارتقاء؟ ده الشيء الغريب. يسوع بالرغم عمل كل شيء والإنسان ما زال يخطئ، يخطئ بيديله حياة جديدة كل يوم. الله لم يتعامل على قد ما بنديه، الله لا يتعامل على قد خطايانا أو توبتنا، لكن رحمة الله هي اللي بتتعامل معنا وتدينا من جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين.